نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من الرياض معي عبر الهاتف ناصر قرعاوي. عفوا. رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. مساء الخير، أهلا بك معنا. مندوبة السعودية. صحتين على قلبك. الله يسلمك. مندوبة السعودية لدى الأمم المتحدة قال بأنه بلاده ستتخذ تدابير لمنع وصول الأسلحة. كيف؟ وكيف يمكن الحوثيين أن يلتفوا عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس جديدا ما يعلن من اكتشافات لأسلحة إيرانية متطورة في الآونة الأخيرة. إيران متواجدة في اليمن منذ الحروب الأولى بين المخلوع وبين الحوثيين، ولذلك اليمن مرتع للسلاح، سواء السلاح اليد الشخصي في اليمن، وهي أكبر دولة يمتلك فيها سكانها السلاح الناري، بالإضافة إلى استهداف اليمن منذ فترة ما يقل لا يقل عن 10 سنوات من 2008 و2009. وهناك حفريات سابقا أعلن عنها في الجزر اليمنية في البحر الأحمر لتهريب السلاح وإيصاله إلى اليمن. نحن في الوقت الحاضر أدركنا أن السلاح النوعي المتطور من البالستي وغيره أنه موجود في اليمن على غرار ما يحدث في سوريا وعلى غرار ما يحدث في جنوب لبنان. نعم. التنسيق الإيراني مع أذرعها من حزب الله في لبنان وحزب الله في العراق، بالإضافة إلى ما من الحوثيين في اليمن، هؤلاء هم أدوات لمعركة إيرانية مع الدول المجاورة. إيران الآن هي في حرب مباشرة، ولكن من خلال أذرعها في المملكة العربية السعودية. أدركنا هذا الأمر، قوات التحالف العربي بقيادة المملكة اكتشفت أن الكثير من الأسلحة نوعي ومتطور وحديث، ليس فقط من السنوات الماضية إنما أيضا. وبالتالي اليمن ليس لديهم، الجيش اليمني ليس عنده قدرة ولا كفاءة ولا حتى مستوى تقني أن ينتج مثل هذه الأسلحة أو حتى يعرف كيف يتعامل معها. ولذلك حينما أتت طوافير المدربين والخبراء والاستشاريين. صحيح، وهذا ما أظهره الوثائق لتلفزيون الآن، الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن، يتم إصلاح إرسال أسلحة نوعية تهريب ومدربين وخبراء، هذا ما يصدره الحرس الثوري لليمن. كيف سيكون التجاوب الدولي مع مطالبة المعلم الأمم المتحدة بإرسال مراقبين للموانئ اللي هي لازالت تحت سيطرة الميليشيات؟ يعلم الجميع، الكثير من المنظمات الأمم المتحدة متوافقة مع الحوثيين ومع اليمن، وبدليل أن هناك تقارير كانت ترفع ويعتمد فيها على ما يأتيهم من الحوثيين أو أتباعهم ودون أن يلامسوا الحقائق. المملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي وضعت الحد الفاصل بين وصول المزيد من هذه الإمدادات العسكرية إلى اليمن بأنها حظرت كل الوصول إلى اليمن برا وبحرا وجوا، ولذلك لكنها أيضا ملتزمة أخلاقيا ولا يهمها ما رأي مثل هذه المنظمات التي تتواطأ مع الحوثيين فيما يتعلق بتشويه صورة التحالف العربي، لأن نعرف أن هناك أيضا موقف غربي من مصالح في المنطقة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أيضا فرنسا أو حتى الدول الأخرى. إيران صحيح ضد إيران وما تصدره ودور الحرس الثوري أداة إيران بخراب الجوار. شكرا لك. اسمحي لي، لماذا لم الأمم المتحدة لماذا لم تستلم ميناء الحديدة؟ ميناء الحديدة هو النافذة الرئيسية التي تفد منها الأسلحة، ولذلك لن تسلمها التحالف العربي إلى ما كانت عليه. سيكون هناك ما لم يكن هناك مراقبين دوليين وأيضا حضور دولي، لأن المزيد من الضحايا سيستمر إلى سنوات أكثر. شكرا. من الرياض ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث.